ماما بدك ساعدك؟ لا حبيبي شكراً، أنا بعملها. كنت بدي أقطب كنستك بس بعملها بعدين. أنا ليش لحتى تعمليها بعدين؟ هاتي عطيني عنك، أنا بعملون. عطيني. خلص ماما أنا رح أعملون. هذا أنت هون يا فاشل؟ قاعد عم تشتغل بخياطة التياب مثل البنات؟ ما كتبت لي وظيفتي ما؟ اليوم عاقبني الأستاذ بالمدرسة بسببك. مبسوط هيك يا أنت؟ يا روهان بعد ورجيك. روهان أي راسي بتشوف. أي اترك راسي. بعد هيك أنت لازم تكتبها. ليش لا يكتبها هو؟ أنت شو ناقصك يعني؟ اسمع روهان، لك اترك شعري. بعد اتركه بحاله. بعد روهان شبك؟ بلا ترباية. لا تحكي معي بهي النبرة أبدا ماما، لأنه إذا رحت وشكيتك لبابا رح يرجع يضربك مرة تانية. قول لأبوك شو ما بدك، لأنه نحن مو خايفين منه. عم تسمعني شو عم قول؟ ليك عم نبهك، إذا بسمعك رجعت تقلل أدب مع أمك مرة تانية بدي أقطع لك لسانك وزدته للكلاب مشان تتعلم كيف تحكي. سمعت ولا عد لك الحكي؟ بلا ترباية. انقل على برا. لك عم قلك انقل على برا. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.